السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على القناة موروكان كار درايفر. اليوم معنا تجربة ديال بي ام دبليو الفئة الأولى، هذا الجيل الثالث اللي فيه بزاف الحوايج جداد. بي ام دبليو علامة عزيزة على الشباب بزاف والمولوعين بالسيارات الرياضية، وني في هذه الفئة الأولى بي ام اضطرت دير واحد التغييرات بزاف. أول حاجة بالمحرك اللي ما بقاش لا بوزيسيون ديالو بحال في الأول، ولات دفع أمامي عوض دفع خلفي. الفئة الأولى ماشي كتستهدف غير الشباب، كتستهدف حتى أب أسرة ولا شي حاجة بحال هكا. هي البدايات ديالها بدات في 2004 بالأو 87، ومن بعد خرجوا الأو 82 كوبي. في 2012 خرجت الجيل الثاني الاف 20 اللي كانت هي فيها تغير بزاف، ومنها خرجوا الفيس ليفت في 2015. في الاخر 2015 خرجوا الفيس ليفت حتى 2019 باش خرجت هذه اللي سميتها اف 40، هي ماشي فيراري. ولاني على حسب استطلاعات الراي بهم شافوا بان كاع الناس اللي كيشريوا الفئه الاولى ما عارفينش بانها سياره ديال دفع خلفي، داكشي علاش اضطروا ردوها دفع امامي باش كيربحوا المساحه لداخل. بغيت نهضر لكم على الراحه في السياقه ديال بي ام دبليو الفئه الاولى. هي مرتاحه، ما كتحسش بها قاسحه في الطريق، وكتجاوب واخا 116 دي فيها 116 الخيل وكتجاوب، ولا رابور تيدوزو بسرعه زعما ما تتعطلوش. فيها 7 لي رابور، او خدا باش ندوز الحفاري ندير واحد لاكسيليراسيون. المهم ماشي مود سبور، مود عادي، هذا مود نورمال. الجيل اللي كان قبل منها كانت قاسحه شويه، بهم خدموا بزاف على الراحه ديال السائق. السياره اللي كنجربوا هي فينيسيون ام سبور، مغيره بالبامبر القدامي واللوراني، وكيكون تم الداخل مغيره بالمقود ام سبور ولا سياج تاهما. سيارة الفئة الأولى ولات تتقرب من السيارات العائلية حيت ارتفعت شوية. أنا الصراحة اللولوك ديالها من الأمام ما عجبنيش بزاف، أضواء فولاد مزيانين، مي لاغري اللي عندها القدام ما عجبتنيش، جاتني كبيرة بزاف. المظهر الخلفي ديالها جاني رياضي وعجبوني الأضواء الخلفية والديفيوزر اللي كاين في 116 دي، وخفي خرجة واحدة ديال الاكزوست تاهو عجبني. هي سيارة اقتصادية، 116 دي الاستهلاك الوقود ديالها 4.5 كتوصل حتى 5%. نهضروا على المحركات اللي فيها. كيبداو ب 116 دي فيه 116 الخيل و 3 ديال السيلندرات، كندوزو 118 دي فيه 4 سيلندرات 150 ديال الخيل، و 120 دي فيها 190 الخيل. ندوزو لفيرسيون اسانس 118 اي فيها 140 الخيل و 3 سيلندرات. كندوزو المحرك القوي اللي في كاين ام 135 اي فيه 306 الخيل. نهضروا على الأثمنة اللي كيبداو ب 32 مليون ديال 116 دي لونش و فينيسيون ام سبور اللي كتوصل حتى 45 مليون على حسب شنو زدتي في السيارة من اوبسيون. من الداخل ديالها كتبان لك الجودة ديال البلاستيك المستعمل وديال الجلد. فيها الاضواء ديال الليل اللي كيتبدلوا لهم الالوان واللي ما كيديرونجوش بزاف في السياقه، اللي خفاف. الشاشه ديالها فيها 8 بوص، فيها جي بي اس ديال المغرب انتغري. نتمنى تكون عجبتكم الحلقه اللي حاولت ندخل عليها بزاف في اللغه العربيه. اللي بغيت تبعنا على مواقع التواصل الاجتماعي غنخلي لكم فيسبوك انستغرام ديالنا.